كمان في بعض الأعمال المتميزة. هو عمل الراحلة كريمة مختار واخد واتخذت شخصية كريمة مختار واتعملت كرتون توتا نينا. عملنا توتا نينا مع الراحلة الجميلة ماما كريمة مختار، وكتب وقعد معاها وهي بتسجل، وسجلنا في بيتها يعني، سجلنا الصوت في بيتها واتعملت اتعملت كرتون. يعني للاسف القنوات ما بتعرضش الحاجات دي، يعني ازاي عمل زي ده. وبعدين عملناها كمان فصحى، المنتج قال دي تتعمل لازم نعملها فصحى عشان تتباع في الدول العربية. طيب يبقى احنا هنشوف دلوقتي الجزء الكرتوني ماما كريمة مختار لماما كريمة مختار، بعد كده هنشوفها في الفيديو وهي بتسجل بقى. يا الله. ايوه اكبري وشبي ورعرعي على أقل من مهلك، يا أجمل زهرة في كل الزهور اللي في الدنيا. فاكرة لما كنت لسه حباية نونو نونو؟ وفاكرة كمان لما كنت كل يوم أسقيكي وأسقيكي؟ ياه أيام وليالي، أيام وليالي. إنه خجلان، إنه خجلان جدا. النسر يهمس إليه بهدوء وهو يكتم ضحكته. النسر ينظر إلي بهدوء ويقول له: ولا يهمك يا صديقي الأسد المسكين، ولا يهمك يا صديقي الأسد المسكين، خذ بنصيحتي فنحن ملوك يداري كل منا على زميله الملك. ولا يهمك يا صديقي الأسد المسكين، يداري كل منا على زميله الملك.